مع فاطمة كراي. الخبزة والهجرة سرعت بإقالة نجلة بودن. كيف نقولوا سرعت بإقالة السيدة نجلة بودن؟ احنا نقولوا اللي راهو كل شيء تم يوم غرة أوت اللي هو البارح. كان هناك مظهرين أساسيين يمكن اعتبارهما القشة التي قسمت ظهر البعير، أو النقطة التي القطرة التي أفاضت الكأس. البارح في مجال الهجرة تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة تخرج بيان طويل عريض فيه مبطن إدانة إلى تونس أنها خلت المهاجرين الأفارقة في البراري وفي الصحاري وخليتهم بدون ماء وبدون أكل، وكأنه اتهام لتونس اللي هي عضو في الأمم المتحدة. هنا المفوضية العليا هذه رغم كلامها هذاك هي كانت في الحقيقة تتفصى من الموضوع، لأن المفوضية متاعهم اللي موجودة هنا في تونس في بلادنا هي اللي نادت واستنفرت البوليس التونسي من أجل مقاومة أو ضرب تلك الهجمة للمهاجرين، وتنكرت إلى أنه المهاجرين ذوكم هي سبب وجودها في تونس، وخذيت بيرو في تونس هو من أجل رعاية هؤلاء وليس من أجل استنفار البوليس في البلد اللي هي موجودة فيه. هذه نقطة. الحاجة الثانية اللي صارت البارح غرة أوت هو الخبزة والمخابز التي عزفت على أنها تبيع الباجيت وتصنع الباجيت اللي هي 200 مليم ولا 190 مليم، وهو ما يعبر عنه المخابز غير المصنفة. البارح رينا اللي الحكومة ما تصرفتش وما عملتش حاجة اللي ربما تنجم تخفف من وطأة هالقرار هذا، وكذلك تخفف على الناس، لأنه الحكومة في القصبة صحيح، ولكن الحكومة يلزمها تكون في كامل الجمهورية. أما الأسباب المتأنية التي جاءت خطوة خطوة في إقالة السيدة بودن فهي الحقيقة كثيرة. أولا، حكومة السيدة بودن لم تتوفق السيدة رئيسة الحكومة في أنها تعطي نظرة، تساهم بوصفة، تساهم أيضا ببوصلة من أجل عمل حكومي متجانس بين كل الوزارات. لاحظنا أيضا فما عدم تعامل وتعاطي ما بين الوزارات المختصة ولا غير المختصة من أجل أمر معين، وكأنها الدولة تركت لمولاها وتركت الدولة مفككة هكذا، وكأنه الجميع جميع المسؤولين لم يعد يهمهم إلا مصالحهم، ورجعنا إلى مسألة الكرسي والمحافظة على الكرسي، وكذلك أخترسي واضرب. اليوم تونس في محطة أساسية في مفترق طرق خطير جدا، الضرب من الداخل ومن الخارج، والدولة هي المستهدفة. وكيف نقولوا دولة مستهدفة؟ راهو الشعب في حد ذاته بكل فئاته مستهدف، وما فماش رابح من مسألة هذه خاصة تفكيك الدولة. اليوم السيدة بودن أيضا ونعرفوا احنا وزهير ربما يتذكرها هذه في الأوف، قد يكون أحد الذين الرموز السياسية الذين تقابلوا مؤخرا منذ أشهر مع رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية عنده علاقات معناها مع رموز أحزاب وغيره، قد يكون قال له هذا معناها المجالس بالأمانات، قد يكون عبر عن أنه غير راض على هذه الحكومة، وليس بالأشخاص ولكن على الحكومة وعلى الوزارة في حد ذاتها، كل وزارة، لأنه ما فماش حاجة اللي جعلت المشروع نتاع رئيس الجمهورية اللي تبناه الشعب حسب ما نعرفه، ما فماش حاجة اللي دز القدام. المهم أنه السيدة نجلة بودن ليس في شخصها، بل أنه اليوم تونس كدولة وكمشروع وكشعب اليوم في مفترق طرق أساسية. اليوم تونس المفروض أنه تكون عندها شيف دوركستر،
ولكن زادة مش اللي يعزفوا في الأوركسترا يكونوا كل واحد يغني على طريقة أو يعزف على طريقة. يجب توحيد الرؤية وكذلك توحيد باتجاه الدولة. واليوم نرجو أنه وهذه سنة الحياة وسنة الحكم أنه اللي جاء بعد السيدة نجلة بودن يعرف كيفاش ياخذ إصلاح الدولة من الداخل ومن الأعماق، خاصة لأن الجهات في الجهات وفي الفيافي متاع تونس تكمن الدولة وليست الدولة لا في القصبة ولا في مجموعة الوزارات الموجودة. مع فاطمة كراي.